بنعمل ايه؟ اتصلنا بالميه، انا اتصلت بالمدير بتاعهم اسمه ماجد عبد الهادي في شركه الميه، فقال لي الكلام ده يخص الهندسه. طب الهندسه، طب ما سيادتك تساعدنا، طب ما سيادتك تتصل، هيتصل. المهم هو الراجل مدير في شركه الميه والمفروض هو اللي يساعدنا مش احنا. طب انا اروح ازاي؟ انا راجل بمشي على عصايه، اروح له ازاي هناك عنده في شركه الميه عشان ابلغ عن اي بلاغ او اي حاجه تخصنا؟ ده بالنسبه للحاجه. واديك شايف الشارع كله المجاري شكلها ايه، فمش عارفين إيه يعني ايه الاسباب دي. احنا هنشرب ميه مجاري لغايه امتى؟ فاهمني؟ واحنا بنبلغ شكوى للساده معالي رئيس الوزراء عن اللي احنا فيه دوت، ما يرضيش ربنا، وبنقول لسياده المحافظ اسكندريه لو انت مش معتبر ان حي العمليه دوت تبعك خلاص يعني الغيه من على الخريطه. احنا بنقول له ده اكبر حي على مستوى اسكندريه، فلازم حد يبص له بعين الرحمه. احنا ما نشربه ميه ملوثه ومفيش حد في استطاعته ان يشتري لاولاده ميه معدنيه، يبقى ده ظلم. لو في اي مسؤول في الدوله يرضى على نفسه ان هو يعيش في مكان زي دوت، يجي يعيش معانا يوم حتى او يومين يتفرج، بلاش يعيش ويشوف المنظر اللي احنا فيه ده. لو يرضي ربنا يقبل يعيش فيه، احنا كلنا هنعيش فيه بلا اعتراض. وكلنا على حي العمريه كله بيبلغ في المشرف على مشروع الصرف في العمريه، والمحافظ ذات نفسه بنبلغ فيه بلاغ رسمي للنائب العام، ولو كان سياده معالي رئيس الجمهوريه سمعنا فبرضك البلاغ ده ليه هو مباشره، عشان كل الكلام اللي احنا فيه ده ما يرضيش ربنا اساسا. ما حدش بيحاسب حد. المقاول شغال شغله بايظ بيمشي مع السلامه وياخد المستخلصات بتاعته، وبعدين في نفس الوقت بعد كده بيجيبوا مقاول تاني. ليه؟ لان ما فيش ضمير. دلوقتي احنا عايزين نتكلموا بس على الحفر بتاع الصرف الصحي. دلوقتي هم العمال شغالين والحفر شغال، وزي ما انتم شايفين كده مفيش ولا حواجز خشب ولا اي حاجه. الكره الاطفال بتلعب كره، الكره بتنزل هنا بينط يجيبوها، ممكن عيل يقع يجرى له حاجه. بص، المفروض هنا يتعمل بالنسبه للفحت والردم، ده المفروض يتعمل هندرلات. هنا في الشتاء صعبه جدا، هنا ما حضرتك بتبقى واقف بعد الفحت ب 2 متر 3 متر ممكن تلاقي نفسك هنا في الفحت ده. والله هي في نقص في بنتكلم في عادي لازم كده مش عارفين خشب يخش على العيال بتوع. بالنسبه للسيفت بيبقى موجود عليه، السيفت بيبقى موجود، ممكن يتسرق، ممكن بيقع في الفحت، فاهم؟ لكن بالنسبه للشغل يعني باذن الله في شهر 6 هنسلموه، والفضل برضه يرجع للامن لاشرف محمود، العقيد اشرف محمود. طبيعي ليه يقع؟ يعني بيقع لان الشارع ضيق، لانك انت دلوقتي الممر بتاعك ده نص متر، لما بتعدي ناس فيه، لان المفروض ان الشارع العمريه ده الشارع العمومي، ده بيجي من اسكندريه جاي من الصحراء الاسكندريه. الراجل ده دلوقتي مش عامل لي فرده هنا، المفروض يبقوا فردتين. انا الشركه مظلومه انها شغاله في فرده واحده، شغاله في فرده واحده، وفرده واحده مش هيكفي مواصلات ومش هيكفي مشاة. لا، انا بناشد وزير الطرق ان هو يوسع الطرق في دلوقتي، يوسع لها طرق. يوقف وقت معين ويشتغل وقت المشروع تاني. الوقفه دي ليه؟ الوقفه دي لان ما بيبقاش عندنا تنفيذ للمواصلات انها تعدي والمشاة يعدي. فدلوقتي بكره الصبح ممكن هيبقى في مونش وفي اثنين حفار وفي مش عارف ايه، ده بيسد الطريق، يبقى في مواصلات عاوزه تيجي مش هتقدر تطلع، مش هتقدر تمشي. دي بالنسبه للي هو تعطيل الشغل، لان احنا الطرق بتاعتنا ضيقه. لكن بالنسبه للامن والسيفتي اللي انت بتتكلم عليه الشغل كله تمام. طب ما فين السيفتي يا حسين؟ ما هو السيفتي سعادتك دلوقتي، السيفتي احنا بنعملوه دلوقتي في مشاة، المشاة اللي بيعدي من الاطفال بتوقع السيفتي فين؟ في الارض. وعموما في رجاله موجودين لاي مثلا لا قدر الله وقع حد بتاع، بنبقوا متواجدين في ال 24 ساعه. حد مات من كام؟ لا لا، وعندنا بالظبط برضه، وانا بنشكر العقيد اشرف محمود اللي ماسك امن شركه المقاولين العرب، بنشكره بتبعكم انتوا يعني، لان هو الراجل المسؤول هنا على الامن واحنا رجالته. كان هو عارف كده بالشويه. والله هي في نقص في بنتكلم في عاد لازم كده مش عارفين خشب يخش على العيال بتوع. بالنسبه للست اللي انت بتقول عليه والله بقى لي شهر ما شفت امي من الطينه والظبط، مش عارف اروح لها. تعالى اوريك بقى مادة الاختلاط بتيجي منين. الميه دي جات لنا من 4 ايام في المنطقه. احنا رضينا على نفسنا احنا عايش في مزبله زي حضرتك ما شايف كده، في ميه مجاري في قرف، بقى لنا 4 سنين في المجاري ديت.
اتصلنا وقلنا لهم المية دي ملوثة، ما ينفعش منها الأطفال تشرب منها ولا أي حد يشرب منها. سعادة الباشا اللي قاعد في المحافظة رد عليا بيقول لي افتح المية نص ساعة، نص ساعة ديت هتبقى هتروق وتبقى كويسة. فنفتح المية نص ساعة، بقول له ما مش هينفع الكلام ده، قاعدين موظفين في مكان ما بيفهموش أي حاجة، بيسودوا صورة البلد، بيسودوا كل حاجة في البلد. المية دي ما يصلحش أي بني آدم يشربها، لو شربها طفل، لو شربها طفل أو شربها بني آدم كبير مسافة 4 أو 5 سنين هيجيله فشل كلوي. اللي احنا واقفين فيه والمنظر اللي احنا شايفينه ده ليه 4 سنين واكتر احنا بنعاني منه، بالاضافه ان استجد علينا ميه الشرب اللي احنا بنعيش منها ونشربها ملوثه. الناس هنا على قد حالها، ما فيش حد هيقدر يجيب ميه معدنيه لبيته والعيال، بنجيب على قد الاطفال الصغيره بقدر الامكان عشان ما نلفش على الدكاتره كل ثواني. لكن طبعا المستوى المعيشي من الناس ما تقدرش، هيجيبوا منين يشربوا ميه معدنيه؟ ده الفلتر ده استخدامه يوم او يومين، يومين تقريبا بنشيله ونغير الفلتر تاني، مش حل عمره.